الحصان الذي امامكم هو الحصان ردات ابن اللهيب. المشاركة الاولى له هنا على هذا الميدان، المشاركة الاولى له في عالم سباقات الخيل المالك ايمن حمايل، المدرب سميح حمايل، الخيال حسام قسام من ابو فلاح. ايضا من قرية فلاح عمر ابن اللهيب يشارك ايضا للمرة الاولى في عالم سباقات الخيول هنا على ميدان الشهيد القائد ياسر عرفات. في الميدان ايضا الحصان دبليو اسمر والحصان شمشوم للمالك زيدان سواعد. أصبر للملك باسل سول في الميدان الحصان دبليو أصبر. الخيال ياسر ابو جبل على صاوة الحصان ان شاء الله. والاخ عبد السلام جرار للميكاتي والاخ وسام قدح في الفوتو فينيش. تدخل البوابات لانطلاق اولى اشواط الجوله الثانيه من بطولة أبطال فلسطين لسباقات الخيول أمور 2009.
تصوروا كل الجولات انتم؟ تصوروا كل الجولات؟ ان شاء الله. عرف شكله في تعب، عرف. ايوه. بس ساعه مش راضي يطلعني عبر جوا البوابه، بس انا جوا البوابه. ان شاء الله. طيب. هزوش انا بهزها. الشوط الاول يا ابو جبل السابق يا حش لحظات قليله ان شاء الله وسينطلق هذا الشوط بمشاركة خمسة أمور. انطلقة الخيول على بركة الله تعالى بطلقة قوية ومثيرة لكوكبة الخيول. ما زال تطل أخر ريح للصدارة مبكرا مع الحصان شمشوم. رداد ابن اللهيب أيضا يحاول انطلاقة متأخرة ومتعثرة لرهيب الجمال وعمر. تنافس بين كوكبة الجياد ما شاء الله تبارك الله. ما زال تطل أصفر يتسطر. تنافس بين الشمشوم ورتاد ابن اللهيب. تنافس ايضا عنبر يحاول تقليص الفارق لكن ما زال دبليو اصفر يحافظ على الصداره ما شاء الله تبارك الله. رتاد ابن اللهيب ايضا يحتل موقع مناسب في المركز الثاني في المنعطف الاول. الان الخيول تتجه الى الخط المستقيم. تنافس بين دبليو اصفر ورتاد ابن اللهيب. تنافس كبير ما شاء الله تبارك الله. و دبليو اسمر. دبليو اسمر يتقدم بخطى ثابته. رداد ابن اللهيب الان يحاول تقليص الفارغ وانتزاع الصداره. ما زال دبليو اسمر في المقدمه. دبليو اسمر في المقدمه. سالم الاطبي بالمركز الاول. رداد ابن اللهيب بالمركز الثاني. وشمسوم في المركز الثالث. اللهيب التنافس كان رائع وجميل بين كوكبة الجياد. تتويج هذا الشوط مع الاخ مروان الحمدوني والاخ الدكتور محمد الدير يتفضلون لتتويج هذا الشوط. لكن قبل التتويج الاخوه ملاك الحصان دبليو اسمر حصلوا الان على تنبيه اولي للحصان صاحب الحصان دبليو اسمر. إذا بزمن دقيقة و17 ثانية فاصل 50 حل دبليو أسمر بقيادة موافقة من الخيال سالم الوقفي للملك باسل إبسول المدرب أحمد زعرورة. ألف ألف مبروك يا أخونا مروان يتوج الحصان دبليو أسمر لباسل إبسول المدرب أحمد زعرورة الخيال الكبير سالم العقبي. ألف ألف مبروك. في المركز الثاني حل الحصان الذي يشارك للمرة الأولى على ميادين السباق رداد ابن اللهيب للمالك أيمن حمايل والخيال حسام قسام المدرب سمير والمتوج الأخ موسى حمايل أبو خطاب يتوج الحصان رداد. في المركز الثالث حل الحصان شمشوم متوج على صوت الدكتور محمد الدير شمشوم للمالك زيدان سواعد الخيال أياس أبو جبل. ألف ألف مبروك. رابع صانف من دبليو اسمر
الليل الآن يدخل أرض الميدان براق الليل بقيادة سالم العقبي من الليجي سبق وأن احتل بطولة أبطال بوسيف الموسم الفائت لمسافة الألف متر الأمر وليد 2008 المدرب موسى لا والله قرب عليك بتعكر محمد حمدان صاحب ومالك الحصان وخيال الحصان بريق فجر من بريق الامل اول مشاركه له على هذا الميدان بريق فجر للمدرب والمالك والخيال محمد حمدان من ترمس عيا عربي العربي الان في الاحماء لمزرعه القمر المدرب ابراهيم من أريحة في الميدان على الغريبات اللون الأزرق محمد حمدان أيضا على صوت بريق الفجر لنادي ترمسعية الفروسية بتدريب محمد حمدان وقيادة محمد حمدان باللون الأبيض بانتظار دخول بقية الخيول المشاركة أنا سعيد الآن على صوت المبشر والمبشر في أرض الميدان للمالك أبو زايد عيدي ما شاء الله تبارك الله المبشر في الميدان براق الليل بقيادة سالم العقبي الآن في الإحماء في تدريب يوسف وايضا بطل اخواني على بوابه الانطلاق انا سعيد لو سمعت المبشر البوابات اخواني فضل البوابات لا على 3:30 فضل البوابات المبشر البوابات رجاء من خيول الشوط الثالث ايضا الامتدادات نرجس بشاير الرئيس اصيل بريق السلطان والبراق سي رجاء الامتداد للانطلاق في الشوط التالي الفرس نرجس بشاير الرئيس اصيل بريق فتن ياخذ موقعه النهائي ايضا العربي يشاهد ياخذ الموقع النهائي مع تيار على الغرفات انتظار طاهر والمبشر الثاني من الجولة الثانية لسباقات بطولة أبطال فلسطين لحظة قليلة انطلقت الخيول على بركة الله تعالى بانطلاقة قوية مثيرة للعربي العربي يتقدم بخطى ثابتة ما شاء الله تلامس من مباراة الليل والطاهر فريق فجر أيضا
ما شاء الله تبارك الله بين كوكبتين زياد تنافس كبير. ما زال العربي يحافظ على الصدارة والبراقلي يحافظ أيضا والطاهر وبريد فجر في تنافس كبير ومثير على المركز الثالث. المبشر يحاول تقليص الفارق أيضا. تنافس بين كوكبتين زياد ما شاء الله تبارك الله. العربي ما زال يحافظ على الصدارة. تنافس بين البراق الليل براق الليل والعربي بريد فجر يحاول تقليص الفارق أيضا. تنافس بين كوكبة الجياد ما شاء الله تبارك الله. دخول رائع وجميل لكوكبة الجياد. تنافس على المركز الأول والثاني بين العربي وبراك الليل. براك الليل والعربي تنافس رائع وجميل ما شاء الله تبارك الله. العربي وبراك الليل. العربي وبراك الليل. براك الليل بالمقدمة. العربي بالمركز الثاني والمبشر بالمركز الثالث. يتفضل الاخ عيسى غطاس والاخ ادهم مصباح والاخ محمد ابو صباح لتتويج هذا الشوط. صوت رائع وجميل. تنافس بين كوكبة الجياد العربي وبراك الليل. كانت الأفضلية في الأمطار الأخيرة للحصان براك الليل بطل أبطال فلسطين لموسم 2010-2011 هنا على هذا الميدان. براك الليل ابن الفانتوم أونيل يحتل الصدارة مجددا ما شاء الله. براق الليل يعود إلى الصدارة كما يعشقها دائما. أيضا في المركز الثاني العربي. العربي في المركز الثاني لمزرعة الكاميرا المدرب إبراهيم والخيال علاء للرفات. تنافس شديد بين الخيالين علاء وسالم حتى الأمطار الأخيرة. أيضا المبشر انتزع الصدارة المركز الثالث من الحصان بريد الفجر في الأمطار الأخيرة. أيضا مبروك يا حي القلبي مبروك الفرحة فرحتنا. إذا أخونا محمد أبو الصباح يتوج مبروك أخونا سالم العقبي المدرب يوسف والملك خالد من الليت. ألف ألف مبروك. المركز الثاني العربي مبروك حسام دعنا أنوار الجمل مزرعة الكاميرا المدرب إبراهيم والخيال كبير على الغرفات. دقيقة و 12.60 زمن رائع وجميل للجياد. المركز الثالث الأخ بشار دعنا يتوج الحصان الكبير المبشر. المبشر للمالك أبو زايد أيدي وخيال أنس أيدي من نادي خليل الرحمن. ألف ألف مبروك للجياد. للمالك مزرعة القمر الخيال علاء الغرفات الرئيس في الميدان. وخلني عتابه وميجانه وسامر فيها علي
إذا أصيل داخل الميدان، أصيل للملك أيمن أبو ليل والمدرب سامر أبو ليل، الخيال أحمد الشحبري من دبوري الحصان الذي سبق وأن شارك في عدة سباقات، بريك السلطان، بريك السلطان ابن بريك الأمل للملك، للملك محمد سليم فودي، والخيال حسني فودي من الريني يدخل أيضا في الإحماء والإعداد. البراق إذا زيادة البراد الآن على صهوة الحصان البراق سي. الانطلاق رجاء الجميع الرجوع من خلف بوابة الانطلاق، فقط المشرفين عليها الجميع رجاء تعاونوا معنا. هو الخيال أحمد شحبري يتلقى التعليمات من الخيال الكبير والمدرب الكبير سامر أبو ليل على صهوة الحصان أصيل في الميدان. إذن هو محمد فودي من الريني في الميدان، الرئيس بانتظار الخيار على الغرفات ليمتطي صهوته. يا شباب الخيال وجاءنا اسرع على البوابات. بشائر أيضا في الميدان الملكي، بلال صواعد في أرض الميدان، رجاء أسرع أخوي. بشاير البوابات لو سمحت، يلا يا شباب البوابات. زياد على حسني احمد شحبري خيال بشاير، شو اسمه؟ مين حواليك من اصحابها؟ بشاير وينها؟ هاك الشجره اسمها بشاير. هنبدأ بالصلاة للزين عشان ربنا يحرسنا.
بعد لحظات قليلة مع بركة طاقة الحلول على بركة الله تعالى من طرق جوين نرجس وبركة سلطان الرئيسي عن موقع مناسب والبراكسي أيضا الطرق متأخرة لأطيل ما شاء الله تبارك الله تنافس بين الرئيس والحصان بركة سلطان في المنعطف الأول تنافس ما شاء الله تبارك الله على المرتبة الأولى في موفق من حسن للحصان الفريق السلطان فريق البراكسي ايضا يتنافس بكل قوه مع الحصان فريق السلطان والحصان الرئيس ايضا تنافس ما شاء الله جميل ورائع فريق السلطان ما زال يحافظ على الصداره فريق السلطان يحافظ على الصداره والبراكسي يحاول تقليص الفارق تنافس كبير وجميل البراكسي وفريق السلطان فريق السلطان ما زال يحافظ على الصدارة يتجه إلى الخط المستقيم بعد المنعطف الأخير فريق السلطان ما زال يحافظ على الصدارة فريق السلطان ما شاء الله تبارك الله البراكسي وفريق السلطان الفريق السلطان والبراكسي فريق السلطان والبراكسي فريق السلطان البراكسي إذن محمد سليم فودة يعود إلى الميادين بكل قوة مع الحصان بريق السلطان بريق السلطان محمد فودة يعود إذن الجمهور يهنئ ويحيي محمد السليم على هذا النصر والإنجاز الكبير البراق اذن اخونا موفق الغرفات واخونا ماجد سكر واخونا عبد السلام جمال فضل تتويج الفائزين بالمراتب الاولى والثانيه والثالثه مبروك لفريق السلطان للملك محمد سليم فودي من الريري ألف مبروك أبو سليم الخيال الجديد حسني فودي ألف مبروك حبيبي مبروك يا حياة أخونا عبد السلام جمال توج الحصان البراك سي للملك الحاج ناصر عيدي من نادي خليل الرحمن ألف مبروك الفريق أنس عيدي والخيال زياد البرادعي الرئيس أيضا لمزرعة القمر والخيال علاء الريفات احتل المركز الثالث أخونا ماجد صقر ابن عم أبو ماجد يتوج الحصان مسرات القمر المدرب ابراهيم اذا نزمت 76 ثانيه اذا الان نترك الميكروفون لمعلق سباقات الغرفات هنا مدير الغرفات ليتم التعليق على الاصوات خاتم الانبياء والمرسلين الذي لطالما اوصانا ب أحاديثه النبوية الشريفة بتعليم أولادنا السباحة والرماية وركوب الخيل ونحمد الله تعالى أن أهالي أريحة والقرى المجاورة وفلسطين الداخل ونادي أريحة للفروسية يحتضن إحدى أكبر هذه الرياضة وهي رياضة ركوب الخيل والفروسية وسباق الخيول هنا إذن إخواني أريد أن أقول كلمتين قبل أن ندخل إلى الأشواط القادمة
بما أنه نحن أهل فلسطين لم نعمل على بناء مضمار عالمي ولم نصل إلى العالمية، لكن بالمقابل نحن نملك أفضل الخيول في العالم. أفضل الخيول في العالم هي من أصل فلسطين ومن بلاد الشام في دول أوروبا وفي أمريكا. هناك كل الخيول العربية الأصيلة التي حصلت على بطولاتها من الأصل من فلسطين وبلاد الشام. لا أريد أن أدخل إلى هذه التفاصيل، هذه كل التفاصيل ترجع إلى سنين الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، لكن بسم الله ما شاء الله نرى تواجد وتوافد المدربين والملاك إلى المضامير سباقات الخيول في فلسطين، هنا أيضا في نادي أريحة للفروسية وكل مضامير خيول سباقات الخيول في فلسطين الداخل أيضا في ميدان هيبيدروم غريفات. إذا أخواني نشكر كل من ساهم وكل من دعم هذا الميدان من كل المدربين والملاك والخيال أيضا وكل الاستبلات التي تشارك هنا في هذا الميدان. إذا أخواني ننتقل إلى الشوط الرابع، معنا أربعة مشاركين في الشوط الرابع، معنا هلال للمالك إحسان حداد للمالك جمال. أبو زايد ينقضي الحصان حداد لعملية الإحماء لتوجهه إلى جهاز الانطلاق بين علاء مع الحصان الحداد للمالك جمال الحواش. علاء in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up. الملاك والفرسان رجاء توجيه الخيول إلى جهاز الانطلاق، لقد أدركنا الوقت. الفرسان رجاء توجه إلى جهاز الانطلاق. حبابي استعجلنا شوي، الفرسان الخيالي والملاك أصحاب الخيل رجاء الاستعجال شوي بتوجيه الخيول إلى جهاز الانطلاق. واني استغلالية للوقت، نطلب من أصحاب خيول الشوط ما بعد هذا الشوط، الشوط الخامس، بتوجيه وتجهيز الخيول في المضمار لكل من سايمون للمالك محمد كبهة، ابنك هلال للمالك أمجد الكسواني.
الشوط الرابع بخمسة مشاركين لكل من هلال مع خيال عبد الدليل محمد مع خيال علاء غريفات الوداد مع خيال ناجح وعلي مع خيال ساري وأصيل مع خيال أحمد شحبري تبقي لدينا إدخال الحصان أصيل مع خيال أحمد شحبري مع إلا لحظات الكبرى أدراس بوابات جهاز الانطلاق المدفوع الرابع لكل من هلال الحداد الودان وعلي وأصيل خمسة مشاركين بالشوط الرابع استعدادات لإطلاق الصوت الرابع وكان الإخوان يطلق الصوت الرابع على بركة الله هلال مع الخيال عبد الجليل تصدر المجموعة من البداية حداد بالمرتبة الثانية مع الخيال على غريفات علي الآن يتصدر المجموعة بالأمتار الأولى مع الخيال ساري لكن ما يزال علي متصدر الوحيد هذه المجموعة حداد مع الخيال على بالمرتبة الثانية الوداد بالمرتبة الثالثة مع الخيال ناجح لكن علي ما يزال يتصدر المجموعة مع الخيال ساري علي ما يزال يتصدر المجموعة مع الخيال ساري الوداد بالمرتبة الثانية تنافس جميل بين المنعطفين تنافس رائع جدا ما بين الخيول الخيول بالأمتار الأخيرة ما إلا 200 متر حتى تصل إلى الخط النهاية لكن علي مع الخيال ساري علي مع الخيال ساري ما يزال يتصدر المجموعة على غريفات مع الحصان حداد لا نعرف ولا ندري ما يخبئ لنا الخيال على غريفات بالأمتار الأخيرة الحداد وعلي الحداد ولا عيون سهراني تبقى الماني تبقى الماني الإخواني كانت منافسة رائعة جدا من جهاز الانطلاق دبلوماسية جميلة جدا من جهاز الانطلاق حتى خط النهاية تصدر المجموعة لحد 800 أو 900 متر الحصان علي الحصان الحداد مع الخيال على غريفات والملك جمال الحواس حصد المركبة الأولى بمجموعة الرابعة مع الخيال على غريفات مبروك لجمال الحواس مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك الفرحة فرحتنا الحداد حصل على المرتبة الأولى مع خيال على غريفات الملك جمال الحواس في زمن قياسي جميل دقيقة و17 ثانية و72 جزء من الثانية إلى الأخواني ندعو الملازم باسم الشوى بتسليم كأس المرتبة الأولى للحداد للملك جمال الحواس وخيال على غريفات إلى الأخواني الملازم باسم الشوى مبروك لجمال الحواس مبروك على غريفات منها للأحسن منها التقدم والنجاح إن شاء الله هذا الإخوان حصد المرتبة الثانية الحصان علي مع خيال ساري الملك ساري النجادرة وندعو الأخ سالم جرجاد الله من الهلال الأحمر لتسليم كأس المرتبة الثانية مبروك لساري النجادرة مبروك لخيال ساري الودان مع الخيال ناجح حصد المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة الأخ محمد البواب
عادي هذه بالضبط بطي أكثر في الميدان الحصان فجر بقيادة المدرب المعروف أحمد زارورة من إسطبلات الببور من كفر مندا أول الواصلين للمثمار صورت سباك محمد سباك محمد احمد روح كذب غاد احسن كذب رفع الكرنة هذه كنت احسن هو لانك قاعد وصله بالدرش شو اسوي لك يعني خلاص ارجع لورا ارجع لورا في الميدان الحصان سايمون للمالك محمد جابها سايمون المهرجان الماضي فهو السابق حصل على المرتبة الثانية شارك مع الحصان مكتوم عندها الحصان مكتوم نزع هنا والشوط الأفكار الأخيرة اليوم يعود للشارك أيضا بنفس الشوط مع الحصان مكتوم سايمون الملك محمد كبها نطلب من كل الفرسان هذا الإخواني نرى أمامنا في الميدان لعملية الإحماء فجر للملك رائد أبو جبل فجر ينحدر من سلالة الحصان سلطان الكبير ينحدر أيضا من سلالة الحصان الويستون مسكات وصالون فجر ونائب بطل سباقات هيبيدروم غريفات في عشيرة الغريفات في هذا الموسم موسم الماضي أيضا صل على المرتبة الثانية لمسافة إلى 1400 متر أيضا كان بقيادة الخيال المخضرم سالم العقبي أبو آدم نرى أمامنا أيضا ياس أبو جبل يمتضي الحصان سايمون للمالك محمد كبا نطلب من كل الخيالة الإسراع في عملية الإحماء من سالم العطبي أياس أبو جبل على أغريفات توجهات الكسواني استعدلون إخواني الفرسان بعملية الإحماء لكل من رياض الكريم للمالك زيدان سواعد نعمان للمالك نادر عريقات البرنس للمالك موسى مالك نادر عريقات البرنس للمالك موسى حمايل مملوك للمالك خضر البرادعي والأدهم للمالك يحيى أبو صالوق وسلطان باشا للمالك رأفت الطاطور أربعة نعود إلى المجموعة الخامسة نرى أمامنا في الميدان مكتوم بن الفحل وزير الخيل الأم دبليو فيكتوريا للمالك موفق غريفات من عشيرة الغريفات بقيادة المدرب إشهاب غريفات والخيال المايسترو على غريفات بعملية الإحماء بما أن قرية طرين تسيطر اليوم على المراكز الأولى رافع الطاطور الآن يسعى لحفظ المرتبة الأولى الثالثة لأهل الريني اليوم هنا في هذا الميدان سلطان باشا مع الملك رافع الطاطور في الميدان نفتقد في هذا الميدان أيضا من الرجال الكبار في الفئة الأولى كما عودتونا دائما I'm
طويل نعمان المجالي يعود إلى أرض ميدان ريحة، ميدان الشهيد القائد ياسر عرفات، هنا بقيادة الخيال الكبير أياس أبو جبل وبإشراف المدرب الكبير والمالك نادر عريقات بتدريب عبد الرحمن عريقات. أيضا نعمان المجالي يعود إلى ميدان ريحة، نتمنى له التوفيق. الملك الكبير زيدان السواعد، وكأن الوقت بعدك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا فات على المغرفات على صوت من الريني. أيضا مشاركة هنا في هذا الميدان كما فعلها في عدة مشاركات وعدة ميادين، احتل مراكز أولى ومتقدمة في ميادين كفر كندا، إلا أن يكون في فئة الجروب 1 A فرنس مع المدرب الكبير أحمد موسى من قرية أبو فلاح الفرنس للمالك موسى حمايل. هذا المهر الذي أبى إلا أن يشارك مع كوكبة الكبار من مفاز والأنبا هي من قرية أبو فلاح بتدريب أحمد موسى وبقيادة عبد الجليل موسى A فرنس. أربعة تجيات ستشارك في هذا الشوط بعد غياب بين، وأربعة فرسان يشاركون رجاء للإخوة بعد الإحماء على البوابات، رجاء أسرع يا شباب في الإحماء ولا داد. وسمعتوا أخوانا البوابات لبرينس سلطان باشا رياض الكريم عمان، لبرينس أسرع البوابات لو سمعت. مطفية إن شاء الله مسمية تفي.